أعلنت مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة عن افتتاح أعمال مجموعة جديدة من برنامج دبي الدولي للكتابة، أحد أبرز المشاريع المعرفية للمؤسسة. وتضمنت المبادرة الوراشي التدريبية الإمارات غدا ودبي المستقبل والترجمة العلمية وكتابات السفر. وتستهدف الورش تطوير مهارات المبدعين وأصحاب المواهب في الكتابة من الأجيال الناشئة والشباب عبر رفضهم بأدوات وبرامج تدريبية متكاملة وتمكينهم من الاستفادة من الخبرات والرصيد المعرفي لفريق من المدربين العرب والعالميين، فضلا عن تسليط الضوء على أهمية الترجمة في نقل المعارف العلمية وتعزيز إمكانات المنتسبين في هذا المجال. وتمثل الورش الإضافة الأحدث لأعمال برنامج دبي الدولي للكتاب، والذي يضم تحت مظلته مجموعة من المشروعات المعرفية والإسهامات الإبداعية المخصصة لزيادة زخم الحركة المعرفية محليا وإقليميا وعالميا، وتشجيع وتمكين المواهب الشابة والعقول المبدعة في الكتابة. برنامج دبي الدولي للكتابة بدأ في 2013، انطلق من مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة لدعم الشباب الموهوبين، أولا اكتشاف الشباب الموهوبين في الكتابة الإبداعية وصقل هذه المهارة ثم إبرازها للقراء. فبدأنا في ورشة الرواية كبداية، ثم توالت هذه الورش في القصة وأدب الطفل والقصة القصيرة والترجمة. أيضا نحن مهتمين جدا بالترجمة، إخراج مواطنين مترجمين، الحمد لله مجموعة الآن تم تخرجهم من هذه الدورات وتم نشر مؤلفاتهم وبيع مؤلفاتهم في المعارض، لأن هناك عندنا ذراع استثماري وقنديل للنشر لنشر إبداعات هؤلاء الشباب، فوق 200 كتاب للكتاب في هذا البرنامج.